ليعلنوها عاصمة لليهود. نعم ليعلنوها، فإن هذه الأرض التي يتسارعون لإعلانها عاصمة لهم، ورب الكعبة ستكون قاصمة لهم، ورب الكعبة سيذبح المسلمون يهود في هذه البلاد، بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى ينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. وإنا على يقين من هذه اللحظة، ونسأل الله أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. اللهم آمين.